يبدو أن فريق مولودية بيجاية أصبح لا يتسامح على أرضه وأمام جماهيره التي انتقلت بقوة إلى ملعب الوحدة المغاربية رغم الأمطار الغزيرة. الضحية هذه المرة كان عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر الذي غير المدرب وجاء بفؤاد بوعلي من أجل رد قاطرة الفريق إلى مساره. الموب دخل اللقاء بقوة وكاد في عدة مناسبات أن يفتتح باب التسجيل لولا براعة الحارس جميلي أحيانا وتسرع مهاجمي أبناء عمراني في الأحيان الأخرى. بما حاول زملاء بوغاش امتصاص حرارة البجوية المدعمون بجمهورهم الاعتماد على التمريرات القصيرة والتوغل على الأجنحة عن طريق حشود الذي كاد أن يباغت الحارس زايدي لكن بدون جدوى. ثاني أخطر فرصة للعميد كانت من يحيى شريف، كرته تخطئ المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني دخله أبناء عمراني بدون مقدمات وراحوا يهاجمون من كل النواحي لكن الدفاع وبقيادة أكساس الذي كان سدا منيعا لعاني نجميلي الذي تألق في إخراج مقصية يدو إلى الركنية. تراجع مولودية العاصمة إلى الوراء زاد من عزيمة زملاء يايا الذي لم يستغل هذه المخالفة من خارج منطقة الجزاء، فيما كان الجميع يراهن على التعادل السلبي. الدقيقة 85 رحال يخلط أوراق بوعلي بهذه التسديدة التي لا تصد ولا ترد. الموب يرحم فوق ميدانه فيما ينتظر بوعلي عملا كبيرا إن أرادت المولودية العاصمية العودة إلى التنافس على المراكز الأولى. Le mob, ils étaient un peu plus volontaires que nous sur ton deuxième mi-temps. Ils ont cru en leur chance. Ils ont poussé. Et ils sont arrivés à mettre donc un but. Ils l'ont préservé. Et puis c'est bien pour eux, mais c'est pas bien pour nous. Donc pour nous sur le plan comptable, c'est pas bien. Quoique on va revenir inchallah, on va travailler. الشيء